السلام عليك أيها المقدم المأمول. الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم مشاهدينا الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا موعدكم مع حلقة جديدة من برنامج الأطروحة المهدوية، عنوان حلقة الليلة: المهدي المنتظر في صحيحي البخاري ومسلم وغيرهما، القسم الثاني. يسرني أن أرحب باسمكم بضيفنا الكريم سماحة آية الله سيد كمال الحيدر. مرحبا بكم سماحة السيد. أهلا ومرحبا دكتور، حياكم الله سماحة السيد. يعني عودتمونا سماحة السيد أن تعطوا مقدمة للأبحاث خاصة من هذا القبيل، يعني فهل هناك مقدمة لبحث هذا الموضوع وهو استعراض النصوص الواردة في المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف في مدرسة الصحابة؟ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. في الواقع بأنه ما تقدم في الحلقات السابقة تقريبا يمكن عده من مقدمات هذه الأبحاث التي إن شاء الله تعالى سوف ندخل فيها ونستعرض من خلالها أهم النصوص والروايات والآثار والكلمات الواردة في المهدي المنتظر. هذه القضية التي لابد أن نقف عندها من خلال النصوص والأحاديث والأخبار والآثار التي وردت في المهدي المنتظر في مدرسة الصحابة، وهذا الذي تعهدنا به مذ بدأنا هذه الحلقات، يعني الأطروحة المهدوية. قلنا نريد أن نعرض لعقيدة المهدي المنتظر أو الإمام المهدي المنتظر كما ورد في جملة من كلمات أعلام المسلمين، نريد أن نتعرف على هذه العقيدة وهي عقيدة المهدي المنتظر من خلال تراث مدرسة الصحابة. وهذه هي القضية الأساسية التي أساسا تكون وتأسس هذا البرنامج لأجلها، ومن خلاله سوف يتضح بأنه أساسا أن هناك اتفاق في كثير من مفاصل هذا المبحث وهذه الأطروحة، وهي أطروحة المهدي أو العقيدة المهدوية. وأتصور الواقع أن المسلم عندما يتضح له أبعاد ذلك بشكل طبيعي سوف يتضح له بأن عقيدة المهدي المنتظر ليست هي من إبداعات فكر مدرسة أهل البيت كما يحلو للبعض الذين يسمون أنفسهم أهل العلم، بين قوسين إن صح التعبير، أنهم وإن كانوا واقعا ليسوا من أهل العلم حقيقة. سيتضح له أن هذه العقيدة عقيدة إسلامية في الصميم، وأن الفضائيات التي تتكلم عن عقائد المسلمين وعن المنظومة العقدية والفكرية للمسلمين اهتمت بأمور أقل بكثير، هي أقل بكثير أهمية من العقيدة المهدوية. نعم. يعني إذا أردنا أن نقايس بين النصوص، الروايات، الأخبار، الأحاديث، الكلمات، الآثار الواردة في العقيدة المهدوية، وبين ما يطرح الآن ما نجده على كثير من فضائيات المسلمين، نجد أساسا لا قياس، أساسا لا يمكن أن يقاس، من قبيل افترضوا زيارة القبور، من قبيل قضايا أخرى، واقعا هذه لا تمثل عشر معشار
العقيدة ماذا؟ لعله في تلك الأمور أيضا وردت عندنا بعض الروايات، ورواية أو روايتين أو ثلاث أو خمس صحيحة أو غير صحيحة، حسنة أو غير حسنة، ولكنه سيتضح إن شاء الله تعالى في مصنف واحد من المصنفات المعاصرة، وهو هذا المصنف الذي ذكرناه مرارا وتكرارا للإخوة، وهو المهدي المنتظر أو الأحاديث الواردة في المهدي في ميزان الجرح والتعديل. هذا الكتاب كما يعلم المشاهد يقع في مجلدين، طبعا أنا إلى الآن لم تصلني النسخة المطبوعة، ولهذا اضطررت أن أسحبها من الإنترنت. هذا الكتاب يقع في جزئين، الأحاديث الواردة في المهدي في ميزان الجرح والتعديل. الكتاب الأول المهدي المنتظر في ضوء الأحاديث والآثار الصحيحة، تأليف الدكتور عبد العليم عبد العظيم البستوي، وهذا الكتاب يقع تقريبا في 300 أو حدود 400 صفحة. المشاهد يستطيع أن يرى هذا المعنى، حدود 385 صفحة هذا الكتاب، وهو الجزء الأول. والجزء الثاني من هذا الكتاب هو الذي يصطلح عليه هو الموسوعة في أحاديث المهدي الضعيفة والموضوعة، وسيتضح للمشاهد الكريم أنه في هذا الكتاب يذكر، يعني في مجموع الكتابين إذا أمكن إخراجه على الشاشة، في مجموع هذين الجزئين من الكتاب يخرج لنا 338 نص في هذا المجال، 338 نص في هذا المجال في هذين الكتابين، بغض النظر عن أن تكون صحيحة أو أن تكون بحسب فهم المؤلف والمصنف وهو الدكتور عبد العليم عبد العظيم البستوي أن تكون ماذا؟ ضعيفة. وسيتضح بأنه نوافق على هذا التقسيم الذي أشير إليه أو لا نوافق، وإذا كنا نوافق إلى أي حد نوافق. إذن القضية واقعا عندما توجد هناك عقيدة فيها لا أقل 340 نص وحديث وأثر وكلمة من أعلام وكلمات أعلام الأعلام المسلمين، واقعا هل تستحق الاهتمام أو لا تستحق الاهتمام؟ يعني أنا أستغرب أنه عندما ألاحظ بعض الفضائيات أجد بأنهم أساسا لا يعتنون ماذا؟ بالقضية المهدية. وإذا ورد اسم عن المهدي المنتظر يحاول البعض إما لجهله وإما لعناده يحاول أن يقول نعم وردت هناك أخبار آحاد تكلمت عن المهدي المنتظر، وفي الأعم الأغلب واقعا الحمل على الصحة أحملهم على الجهل واقعا. يعني عموما مع اعتذاري للمشاهد الكريم ومع اعتذاري واقعا للفضائيات، في الأعم الأغلب في الواقع أنا لم أجد على الفضائيات التي تخرج وتتكلم في مثل هذه الموضوعات يوجد من هو من أهل العلم. طبعا عندما أقول ذلك لا يتبادر إلى الذهن فقط أتكلم عن مدرسة الصحابة، حتى عن فضائياتنا أنا أجد أن بعض الناس يخرجون ويتكلمون عن المهدي المنتظر ولكنه يسطحون هذه الفكرة، بل يرمون بظلال الرؤى والنوم وأن فلان قد ضاع في صحراء والإمام المهدي وجده، أو أن فلان كان محتاج. إخواني الأعزاء، العقيدة المهدوية هو أعظم وأعمق وأعز من مثل هذه القضايا، حتى الإنسان يسطحها بهذا الشكل، سواء كانوا من أتباع مدرسة أهل البيت، وفي الأعم الأغلب هم جهال بشكل صريح أقول في هذا الكلام، فضلا عن الآخرين الذين هم أساسا لا يعتقدون بالمهدي المنتظر، وهي عقيدة من عقائد المسلمين. نعم بإمكانهم أن يخرجوا على الفضائيات ويتكلموا ويقولون أن المهدي المنتظر عقيدة من عقائد الإسلام، نعم نحن نختلف مع علماء مدرسة أهل البيت، هم يعتقدون بحياته ونحن لا نعتقد بحياته، هم يعتقدون بعصمته ونحن لا نعتقد بعصمته، هم يعتقدون هو الثاني عشر من أئمتهم وخلفاء النبي الأكرم ونحن ماذا؟ يعني في مدرسة الصحابة نحن لا نعتقد. يمكنهم، أما ليس من حقهم أن يهمشوا هذه الفكرة وأن يهمشوا هذه العقيدة. هم هذا البحث وهدف هذا البحث
وغاية هذا البحث هو أنه نرجع العقيدة المهدوية إلى نصابها الصحيح، نرجعها إلى موضعها الصحيح لتدرس بشكل دقيق علمي قائم على أسس صحيحة، سواء على مستوى عقلي أو على مستوى نقلي، وعندما أقول نقلي سواء كان على مستوى النص القرآني أو على مستوى النصوص الواردة أو على مستوى كلمات أعلام المسلمين، ونحاول واقعا أن نشذب هذه الفكرة وهذه العقيدة من رؤيا رآها فلان، ومن فلان التقى بفلان، ومن فلان جلس مع فلان، وأن الإمام جلس مع فلان. هذه كلمات لا أساس لها من الصحة. بودي أن المشاهد الكريم سواء كان من مدرسة أهل البيت، أو سواء كان من مدرسة الصحابة، أو سواء كان من أتباع ما يسمون أنفسهم أتباع الشيخ ابن تيمية أو أي اتجاه آخر، هؤلاء لابد أن يعرفوا أن العقيدة المهدوية لا تتلخص في أنها أن الإمام أن المهدي المنتظر موجود في السرداب أو غير موجود في السرداب، أنه كذا أو أنه كذا. اطمئنوا، هذا إنما ينم عن جهلكم إذا حصرتم المهدوية والأطروحة المهدوية والعقيدة المهدوية في مثل هذه المفردات والموضوعات المختصرة. ونحن لسنا بصدد، هنا أيضا بودي أن يعرف المشاهد الكرام، لسنا بصدد أن ندخل في تفصيلات هذه العقيدة كما هو الحال في مسائل أخرى عقدية. نحن علينا أن نثبت كليات وأصول عقيدة من العقائد، يعني عندما نصل إلى الإمامة، عندما نصل إلى المعاد، عندما نصل إلى التوحيد، ينبغي على الإنسان أن يقف على الأصول والأركان الأساسية في تلك المفردة العقدية، أما تفاصيلها فله حديث آخر. نعم. أحسنتم كثيرا، شكرا لكم، صار واضحا سماحة السيد. طيب. نعم. إذن يعني ما هي القاعدة والأصل الأول الذي يجب مراعاته في هذا المجال؟ جيد. أنا بودي في مقدمة هذه الأبحاث قبل أن أستعرض الروايات الواردة في هذا المجال، تعلمون كما قلت أنه الروايات كثيرة، النصوص كثيرة، كلمات أعلام المسلمين كثيرة، المصنفات والكتب التي ألفت بشكل مستقل وغير مستقل في العقيدة المهدوية كثيرة، يعني الإنسان واقعا فوق حد الإحصاء. ولكنه قبل أن ندخل، هناك مجموعة من القواعد سوف أؤسسها ومجموعة من الأصول نحتاج إليها عندما نريد أن نتعامل مع هذه النصوص دكتور. نعم. وهذه القواعد لا أتكلم عن هذه القواعد كما تعتقدها مدرسة أهل البيت، لا لا لا، كما تعهدت للمشاهد الكريم أريد أن أطرح هذه القواعد من خلال منظار مدرسة الصحابة. نعم. يعني أن الروايات التي بأيدينا كيف نتعامل معها. نعم. سواء على مستوى السند، أنه ما هي موازين الصحة والضعف، الجرح والتعديل عند مدرسة الصحابة، أو على مستوى المضمون والدلالة، يعني إذا تعارضت هذه الروايات فيما بينها، يعني الروايات الواردة في المهدي المنتظر، ماذا نفعل؟ كيف نتعامل معها؟ هذه قضية أساسية، وينبغي أن يتضح للمشاهد الكريم من الآن، هذا البحث بحث منهجي أساسي، وبودي أن المشاهد يدقق فيما أقول، لأنه هذه تعد هي الأصول الأساسية لكيفية التعامل مع النصوص الواردة في المهدي المنتظر. نعم. ولا يتبادر إلى ذهن أحد أننا نستطيع، أنا أقول هذا لأهل الاختصاص، ولا يتبادر إلى ذهن أحد أن قواعد التعارض التي يشار إليها في علم الأصول في المسائل الفرعية، يعني في المسائل المرتبطة بالفقه، تلك القواعد الفرعية بالضرورة يمكن تطبيقها ماذا؟ على المقام. أحسنتم. لأن القضية قضية عقدية وليست قضية فقهية. نعم. فلكل باب، يعني الباب العقدي أو المفردات العقدية والباب الفقهي أو المفردات الفرعية، نعم، لكل باب منهما قواعده الخاصة في مجال التعارض. نعم. ومن هنا أنا أحاول إن شاء الله تعالى بمقدار ما يسعنا الوقت، وقد طلب مني دكتور المشاهدين الأعزاء في اتصالات مباشرة أو على المواقع أنه سيدنا إذا أمكن قليل تتكلمون بكلمات ليست بسرعة كثيرة، لأنه لا نستطيع أن نستوعب الفكرة كاملة. ولذا والسبب طبعا أنا خلي أبين للمشاهد الكريم هنا وقعا السبب الذي يدعوني أن أتكلم بسرعة، لأنه توجد مادة علمية واسعة النطاق والوقت ضيق، وأريد ماذا؟
أن أنتهي من البحث، لا أريد أن يتقطع البحث من هذا الأسبوع إلى الأسبوع هذا سبب السرعة. هذا سبب السرعة على أي الأحوال. الأصل الأول الذي لا بد أن نلتفت إليه وهو من الأصول الأساسية إخواني الأعزاء، لا فقط في هذه المفردة العقدية وهي مفردة عقيدة المهدي المنتظر، بل في أي مفردة عقدية أخرى لا بد ماذا أن يلتفت إلى هذا الأصل، وهو أنه عندما نأتي إلى بعض هذه الأحاديث قد يكون في الطريق في طريق ذلك الحديث وفي سند ذلك الحديث قد يكون السند ماذا ضعيفا. نعم. ومن هنا لا هل يصح لنا، هذا السؤال التفتوا إليه، هل يصح لنا بمجرد أن ثبت أن هذا الحديث بواسطة هذا الطريق كان ضعيفا أن نرمي المضمون بالضعف ونقول إذن هذا المضمون ساقط لا يمكن الاعتماد عليه أو لا؟ لماذا طرحت هذه القضية؟ لأنه وجدت مع الأسف الشديد أن بعض هؤلاء الذين يدعون لأنفسهم أنهم من أهل العلم أنهم علامة يعرفون أو يعرفون أنها دكتور يعرف أنه دكتور، ولكن عندما يجي للحديث يقول بل حديث ضعيف، وعندما نراجع نجد نعم أن هذا الحديث بهذا الطريق من السند ضعيف، ولكنه نجد هذا المضمون بطرق أخرى صحيح وبإسناد آخر هو ماذا صحيح صحيح، وهذا يكون تدليس أنه تقول أن المضمون ماذا ضعيف لأن طريقا من طرقه ما هو ضعيف، سند من إسناده ما هو ضعيف. أو بعض الأحيان تجد أن سأضرب أمثلة المشاهد الكريم سينتظرون إن شاء الله، أو أن المضمون قد يتبدل يتغير شيئا أو بعض الألفاظ بعض الألفاظ تتبدل، أو يوجد في حديث تفصيل وفي آخر لا يوجد تفصيل يوجد إجمال. من الناحية المنهجية ومن قواعد الجرح في قواعد الجرح والتعديل لابد أن نقول أن هذا المضمون له طرق متعددة. أحسن. هذا الطريق ضعيف ولكن هذا الطريق ماذا صحيح. صحيح. نعم الطريق الضعيف هذه خصائصه، ولكن الطريق الصحيح هذه ماذا خصائصه إذا كانت هناك اختلاف ولو جزئي في المضمون. نعم. هسه مثاله، في المثال هناك أمثلة كثيرة ولكنه باعتبار الوقت احنا لا نكتفي بكل أصل ماذا بمثال واحد. نعم. المثال الأول في السلسلة الضعيفة للعلامة الألباني، سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة، محمد ناصر الدين الألباني المجلد الرابع. أنا ما أدري أنه هذه تخرج على الـ على الـ على الشاشة أو لا تخرج، أنا نعم نعم. ويعني في الواقع يظهر أنه هذا هذه الكاميرا أمامي المخرج نعم. إذا أمكن ظهر بالشاشة نعم. جيد أنا أريد حتى أقدر نعم. أتابع مولانا نعم. المخرج بيودي أنه يقول لهذا صاحب الكاميرا هذه أنه موقعه يبدله من نعم. موقع حتى أنه أستطيع نعم. أن أتمم البحث نعم. نعم سيد موسى الشاشة بعيدة عن سماح السيد، الشاشة لا واقف أحد الإخوة أمامها لا أستطيع أن أرى الشاشة نعم. كاملة نعم، إذن قل للأخ المصور يبتعد عن الشاشة بلي نعم. هذه إذا أمكن نعم نعم سيد موسى والأخ المصور يبتعد عن الشاشة نعم، المصور الذي أمام سماحة السيد يبتعد عن الشاشة. طيب تفضل سماحة السيد نعم. في المجلد في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة، محمد ناصر الدين الألباني المجلد الرابع، يعني الحديث 1501 إلى 2000، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع لصاحبها في الرياض. في هذا الكتاب في المجلد دكتور الرابع. في المجلد الرابع منه في الحديث في المجلد صفحة 91 في الحديث 1588 قال أبشركم بالمهدي يبعث في أمتي على اختلاف من الناس وزلازل، فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما، يرضى عنه ساكن السماء وساكن الأرض، يقسم المال صحاحا. فقال له رجل ما صحاحا؟ قال بالسوية بين الناس. قال ويملأ قلوب أمة محمد صلى الله عليه وآله غنى
ويسعهم عدله حتى يأمر مناديا فينادي فيقول من له في مال من له في مال حاجة فما يقوم من الناس إلا رجل. هذه إشارة إلى الوضع الاقتصادي الذي تعيشه الأمة ويعيشه العالم الإنساني في زمن من الدولة في زمن في دولة المهدي. نعم. قال فيقول فما يقوم من الناس إلا رجل. نعم. من له حاجة لا يقوم من هاي الأمة كل من ينادي المنادي إلا ماذا إلا رجل. فيقول إذن فيقول ائت السدان يعني الخازن فقل له إن المهدي يأمرك أن تعطيني مالا. فيقول له أحثو حتى إذا جعله في حجره وأحرزه هذا الشخص ندم. فيقول كنت أجشع أمة محمد نفسا أو عجز عني ما وسعهم. قال فيرده فلا يقبل منه فيقال له إنا لا نأخذ شيئا أعطيناه. فيكون كذلك 7 سنين أو 8 سنين أو 9 سنين ثم لا خير في العيش بعده أو قال لا خير في الحياة بعده. العلامة الألباني يقول ضعيف أخرجه أحمد إلى آخره. إذن هذا الحديث ماذا؟ ضعيف. هسه قد يأتي على فضائية من يدعي أنه من أهل العلم أو يسأل عن هذا الحديث ماذا يقول مباشرة؟ ضعيف. يقول هذا الحديث ضعيف موضوع لا أساس له. ولكنه ينسى أنه هذا الحديث ورد في سند آخر وفي كتب أخرى صححت تقريبا بنفس هذه المضامين ولكن مجملة لا تفصيلية. أحسنتم. إذا ما نبه الذي سئل عن ذلك ما نبه على ذلك هذا نوع من يقول أصل الموضوع صحيح. أصل الموضوع صحيح ونعم هذا الحديث ماذا فيه سند. نعم ولكنه بنحو آخر موجود. أضرب الآن مثاله. الآن هذا أين في سلسلة الأحاديث الذي هو يقول ضعيف ولكنه عندما نأتي نحن إلى المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري الجزء الرابع المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري وفي ذيله تلخيص المستدرك للذهبي الجزء الرابع دار الفكر هناك في الصفحة 557 هذه هي العبارة. العبارة هذه الرواية حدثنا سعيد ابن مسعود. هسه الآن أكو بحث أنه هذا هل هو سعيد أو سعد الآن ما أريد أدخل في التفصيل. حدثنا سعيد ابن مسعود حدثنا النضر بن شميل حدثنا سليمان بن عبيد حدثنا أبو الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يخرج في آخر أمتي المهدي يسقيه الله الغيث وتخرج الأرض نباتها ويعطي المال صحاحا وتكثر الماشية وتعظم الأمة يعيش 7 أو 8 يعني حججا. أكثر المضمون موجود إن لم يكن يعني إذا وجدنا نعم بعض التفصيل ذاك السائل أحسن. أنه سئل ذاك ائتي إلى السدان وكذا ولكن المضمون ماذا موجود. واضح وهو أنه الرفاه التي تعيشه الأمة في زمن ماذا تخرج الأرض إلى آخره. نعم. يقول من يقول الحاكم النيسابوري هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه يعني صحيح على شرط الشيخين البخاري ومسلم. هسه قد يأتي قائل ويقول نحن لا نوافق أنه على تصحيحات من يتساهل العلامة النيسابوري الحاكم النيسابوري الإمام النيسابوري وقلنا فيما سبق لماذا أنه يتهم الحاكم النيسابوري ماذا لا لماذا يتهم بالتساهل أحسن. يتهم لأنه ماذا منحاز عن معاوية أحسنتم لا آخره. انظروا ماذا يقول الذهبي. الذهبي يقول بعد أن ينقل يقول يخرج في آخر أمتي المهدي يسقيه الله الغيث ويخرج وتخرج الأرض نباتها ويعطي المال صحاحا وتكثر الماشية وتعظم الماء يعيش 7 صحيح. إذن صححه الذهبي الإمام الذهبي ماذا صححه صحح الحديث
وأنتم تعلمون الذهبي علم من الأعلام ومتشدد جدا في هذا المجال بعد لا يستطيع أحد أن يشكك في تصحيحات ماذا؟ الذهبي. ومن هنا أنتم تجدون بشكل واضح وصريح العلامة الألباني عندما يأتي في الجزء الثاني من السلسلة الصحيحة. نعم. الجزء الثاني من السلسلة الصحيحة. نعم. يقول في السلسلة سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها تأليف محمد ناصر الدين الألباني المجلد الثاني. هناك في المجلد الثاني صفحة 328 من المجلد الثاني في الحديث رقم 711. نعم. يقول يخرج في آخر أمتي المهدي. نعم. يسقيه الله الغيث وتخرج الأرض نباتها ويعطي المال صحاحا وتكثر الماشية وتعظم الأمة يعيش 7 أو 8 يعني حجة. أخرجه الحاكم. قلت العلامة الألباني يقول قلت وهذا سند صحيح رجاله ثقات. أحسنتم. إذن هنا صحح وهناك ضعف للتفصيل الذي فيه. أحسنتم. إذن ولذا تجدون أنه بالأخير يقول ثم رأيته. نعم يقول أكو كلام في سليمان بن عبيد وهو السلمي يقول فيه كلام ثم رأيته يقول في ثقات ابن حبان وهو فلان قال الحاكم صحيح الإسناد ووافقه الذهبي كما قرأتم قبل قليل. وقد رواه هذا الحديث. نعم. وقد رواه بعض المجهولين عن أبي الصديق مطولاً فهو من حصة الكتاب الآخر يعني السلسلة ماذا؟ الضعيفة. الضعيف. أحسنتم. إذن ينبغي واقعا الذين يخرجون على الفضائيات إما أن يكونوا على علم وإما لا يقولون للناس لا يقال لهم بمجرد أن ينقل لهم الحديث يقولون ضعيف ضعفه الألباني ضعفه فلان ضعفه فلان هذا ليس علميا هذا ليس هو المنهج الصحيح. ضعف شطره بعض كلماته. أحسنتم. بعض كلماته مفردة من مفرداته كله ضعيف نصفه ضعيف ربعه ضعيف. طبعا أقول مو بحديث واحد كله ضعيف أو نصفه لا لعله في هذا الحديث هذا المضمون بهذه التفاصيل ضعيف ولكنه بتفاصيل أخرى ماذا صحيح. عد النتيجة ما هي النتيجة مع الأسف الشديد الملاحظة الموجودة هنا نجد بأنه هؤلاء الذين يخرجون ويتكلمون هسه إما في العقيدة المهدوية يعني في الأطروحة المهدوية أو في أي عقيدة أخرى نجد أنهم مباشرة يقولون إذن الروايات الصحيحة في المهدي المنتظر لا تتجاوز 10 روايات مع أنه هذه ينظرون إليها ضعيفة مع أنها وردت بمحل آخر ماذا؟ صحيح. صحيح. وهذه وهذا المنهج مع الأسف الشديد وإن كنت شيئا أخرج عن الموضوع ولكن المشاهد الكريم لابد أن يلتفت. عندي وقت دكتور؟ تفضل. وهذا المنهج مع الأسف الشديد نجده كثيرا ما هسه أترك كثيرا ما لأنه الآن ما أريد أذكر كثيرا ما حتى لا يؤاخذ عليه. هذا مع الأسف الشديد هذه الطريقة من التدليس في موارد متعددة نجدها عند الشيخ ابن تيمية يعني يأتي إلى النص فإذا كان في بعض طرق هذا النص أو المضمون ضعف يقول وضعفه فلان من غير أن يشير إلى ماذا؟ إلى أن هذا المضمون في طرق أخرى وفي صحيح. طرق أخرى ما هو؟ صحيح. صحيح وخصوصا فيما يتعلق بالمناقب والفضائل التي وردت لعلي وأهل بيته عليهم أفضل الصلاة والسلام. هسه قد يقول القائل والمشاهد العزيز أين الدليل على ذلك؟ لا يمكن اتهام الناس بهذه البسيطة الحق معه. تعالوا معنا إلى مجموعة الفتاوى لابن تيمية. مجموعة الفتاوى لابن تيمية اعتنى بها وخرج أحاديثها عامر الجزار أنور الباز المجلد الثاني مجمل ومفصل الاعتقاد دار الجيل في الجزء الرابع من هذا الكتاب صفحة 255 عندما يصل إلى قوله في المجلد الرابع صفحة 255 انظروا ماذا يقول
وكذلك قوله اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. هذا النص وين وارد؟ كما نعلم في علي من كنت مولاه فهذا علي مولاه. اللهم والي من والاه وعادي ماذا؟ من عاداه. ولا يهمنا المكان دكتور، سواء كان في الغدير أو في أي بقعة أخرى، المهم أن هذا النص المبارك صدر عن رسول الله صلى الله عليه وآله أو لم يصدر. انظروا ماذا يقول هذا الرجل اللي يسمى بشيخ الإسلام ويقال بأنه لم يكن من هو أحفظ من إلى آخره. يقول وقوله اللهم والي من والاه وعادي من عاداه مخالف لأصل الإسلام. يعني إذا قال رسول الله في علي اللهم والي من والاه فقد خالف ماذا؟ أصل الإسلام. أصل الإسلام. من؟ رسول الله الذي هذا قال هذا الكلام. فإن القرآن قد بين أن المؤمنين إخوة مع قتالهم وبغي بعضهم على بعض. أنا لا أعلم أنه كيف يمكن أنه أن يربط بين بغي بعضهم على بعض وبين ماذا؟ الأخوة. هسه الأخوة هذا كبحث آخر الآن ما أريد أدخل له. وقوله من كنت مولاه فعلي مولاه، التفتوا جيدا إلى محل الكلام، فمن أهل الحديث من طعن فيه كالبخاري وغيره. إذن يقول أن جملة من الأعلام ومنهم البخاري طعن ماذا؟ في هذا الحديث. طعن في هذا الحديث. نعم، ومنهم من حسنه. التفتوا إلى العبارة، أنا بودي أنه أهل العلم يدققون معي ما أقول. عندما يأتي يقول فمن أهل الحديث من طعن فيه، ولكنه في المقابل لا يوجد أحد صححه، وإنما البعض ماذا؟ حسنه. وأنتم تعلمون أن الحديث الحسن أدنى مرتبة من الحديث ماذا؟ الصحيح. إذن هو ماذا يقول؟ يقول على مستوى الطعن فقد طعن فيه أعلام كبار كالبخاري وغير البخاري، أما من حيث التصحيح صححه أحد أو لم يصححه أحد؟ هذا معنى كلامه. نعم. لأنه يقول ومنهم من حسنه، بودي أن العبارة تخرج، قال ومنهم من حسنه فإن كان قاله. إذن هذا تشكيك آخر، أنه قاله رسول الله ولم يقله. يقول هسه لو سلمنا قاله، فإن كان قاله فلم يرد به ولاية مختصا بها، بل ولاية مشتركة إلى آخره، وهي ولاية الإيمان. إذن لا قيمة لها حتى لو صدرت ماذا؟ نعم. لا تشكل منقبة. إذن أولا يشكك في صدورها من رسول الله صلى الله عليه وآله، يقول طعن فيها البخاري وغير البخاري، بعد ذلك بعد أن يقول وحسنها يقول حتى لو صدرت فإذا تشكل منقبة مختصة لعليين أو مشتركة، يقول وهي ولاية الإيمان التي للمؤمنين، ما المؤمنون بعضهم أولياء بعض. إذن رسول الله حتى لو قال هذه يتكلم في رجع عام كما يقوله في باقي المؤمنين. هذا كلام من؟ كلام الشيخ ابن تيمية في مجموعة ماذا؟ الفتاوى. في مجموعة الفتاوى. جيد جدا. الواقع هكذا، يعني أن حديث من كنت مولاه فهذا علي مولاه فقط حسن واقعا رواية حسنة هي، وأنه لم يصححها أحد. فقط أنا بودي أن المشاهد الكريم يلتفت، هذا كتاب أخطاء ابن تيمية اللي في بحث في مطارحات في العقيدة أشرنا إليه، ونصحنا المشاهد الكريم أن يطالع هذا الكتاب، أخطاء ابن تيمية في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في النص، وأهل بيته، إعداد وتأليف السيد الشريف دكتور محمد السيد صبيح، وقلنا بأنه دار الركن والمقام يقول بأنه مطبوع. هناك هذا الكتاب، في هذا الكتاب في صفحة 94 و95 يقول بعد أن ينقل عبارة من؟ ابن تيمية. ابن تيمية يقول فيعتبر نوع من أنواع التدليس. يقول أما حديث من كنت مولاه فعلي مولاه فقول ابن تيمية فيه يعتبر نوع من أنواع ماذا؟ التدليس. التدليس. لماذا؟ يقول فالبخاري لم يطعن في هذا الخبر مطلقا، وإنما طعن في بعض طرق هذا الخبر. أحسنتم.
ولكن هو يوهم الناس أن البخاري ماذا يرفضه جملة وتفصيلا، جملة بكل طرقه يرفض. نعم، هذا التدليس الذي يستعمله البعض، وأنا لا أتصور أن الشيخ ابن تيمية تخفى عليه مثل هذه النكات، يعني لا أستطيع أن أحمله على أنه كان جاهل، لا ما كان مطلع، كان لا لا لا. وأتباعه أيضا يعتقدون أنه كان أحفظ أهل زمانه، وكل من ترجم له يقولون هذا، هذه من خصوصياته. فكيف هنا نسي؟ لا أعلم. فالبخاري يقول منه الدكتور محمود السيد صبيح، فالبخاري طعن في رواية إسماعيل ابن نشيط العامري وسهم ابن حسين الأسدي وعثمان ابن عاصم أبو حسين الأسدي، راجع التأريخ الكبير الجزء الأول صفحة 375، الجزء الرابع صفحة 193، الجزء السادس صفحة 240. فأين بقية الروايات عن 30 من الصحابة؟ ويكفي، ويكفي، الآن سأقرأ بعض النصوص، ويكفي ما قاله في فتح الباري شرح صحيح البخاري. نعم، أنتم تعلمون بأنه ابن حجر العسقلاني من المؤيدين لفكر ابن تيمية. في هذا المجلد في فتح الباري شرح صحيح البخاري للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى 773 من الهجرة، الجزء السابع، الأحاديث 3649 إلى 4274، كتاب فضائل الصحابة مناقب الأنصار المغازي، منشورات محمد علي بيضون دار الكتب العلمية بيروت لبنان، الجزء السابع في صفحة 93 من هذا الكتاب. انظروا ماذا يقول الدكتور، واقعا أن الإنسان يستغرب في ذيل فضائل، أو قوله أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى. ماذا يقول العلامة ابن حجر العسقلاني في فتح الباري شرح صحيح البخاري؟ يقول وأما، إذا أمكن إخراج هذا النص، وأما حديث من كنت مولاه فعلي مولاه، فقد أخرجه الترمذي والنسائي وهو كثير الطرق جدا. أحسن، 30 أو 30 التفتوا، لا لا لا، أكثر أكثر من ذلك، ولكنه الآن مو بصدده أنا. نعم، وهو كثير الطرق جدا، وقد استوعبها ابن عقدة في كتاب مفرد، محل الشاهد، وكثير من أسانيدها صحاح وحسان. أحسن، إذن بين الصحيح وحسن، وكثير نعم من أسانيدها ما هو صحاح وحسان. وقد روينا عن الإمام أحمد، من يقول؟ ابن حجر. ابن حجر قال ما بلغنا عن أحد من الصحابة ما بلغنا عن علي بن أبي طالب. أحسنت. أنا لا أعلم هؤلاء الذين يقولون أن الشيخ ابن تيمية تلميذ من؟ تلميذ أحمد بن حنبل. هذه مدرسة أحمد بن حنبل؟ أبدا، مدرسة ابن حنبل. وبودي أنه واقعا أنصفوا، اذهبوا بالإنصاف، اقرأوا كتاب منهاج السنة، انظروا واقعا يرى أنه ما ورد في باقي الخلفاء الأول والثاني والثالث حتى عثمان يراه بمراتب أعلى ممن؟ مما ورد في علي، مما ورد في علي، يخالف حتى ابن حنبل. هذا أمامكم، هذا نص العبارة، أقرأها مرة أخرى للمشاهد الكريم. قال وقد استوعبها ابن عقدة في كتاب مفرد، وكثير من أسانيدها صحاح وحسان، وقد روينا عن الإمام أحمد قال ما بلغنا عن أحد من الصحابة. أحسنت، يعني سواء كان الخليفة الأول، الخليفة الثاني، الخليفة الثالث، فضلا عن الآخرين. ولكنه ارجعوا إلى منهاج ابن تيمية تجد أنه يرفع له درجة واحدة على معاوية فقط، يعبر أن عليا أحق من معاوية، وأحيانا يعني لا يخلط أحيانا، مهم أحق، يعني ماذا؟ يعني كان الحق مع معاوية. نعم، ولكنه علي ماذا؟ كان أحق. ما بلغنا عن أحد من الصحابة ما بلغنا عن علي بن أبي طالب. إذن أرجع مرة أخرى إلى كتاب ماذا؟ الفتاوى، أقرأ العبارة، ماذا يقول؟ يقول في عبارته فمن أهل الحديث من طعن فيه، مع أنه طعن فيه لو طعن في بعض أسناده. نعم، هذه هي لغة العالم،
أهذه اللغة هي لغة أحد يسمى شيخ الإسلام؟ بينكم وبين الله أيها المشاهد الكريم، لو أنكم وجدتم هذا الكلام في تعبيرات علماء مدرسة أهل البيت، ألستم كنتم تتهمونهم بأنهم يدلسون على الناس؟ نعم، بسرعة وبدون تردد. تقولون بأن الحديث إذا قال بعض أحاديثه صحيحة مباشرة تقولون يدلس، ليست كل أسناده صحيحة، بعضها ماذا؟ ضعيفة. لماذا يقول طعن بعض الناس في من كنت مولاه؟ لم يطعن أحد في نص من كنت مولاه، فهذا علي ماذا؟ مولاه. وقد لم ذكره مسلم في صحيحه. أقول لم يطعن أحد في سند ذلك أبدا، وإنما طعن ماذا؟ في بعض طرق هذا المتن. ثم التعبير الآخر، ومنهم من حسنه، يعني أعلى درجاته، أعلى درجاته أنه حسن. نعم. مع أنه العلامة ابن حجر العسقلاني ماذا يقول؟ صحاح وحسان. يقول صحاح وكثير منها صحاح وحسان. هسه الآن حتى أنه واقعا لا نأخذ الوقت، الوقت بدأ ينتهي. نعم. انظروا 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 في هذا الكتاب فقط من باب الإشارة، أخطاء ابن تيمية في صفحة 92 يقول: وأما قوله من كنت مولاه فعلي مولاه، أخرجه أحمد وابن حبان والطبراني في الصغير والبزاز والضياء في المختارة عن علي بن أبي طالب، وأخرجه الترمذي والنسائي والطبراني في الكبير والحاكم عن زيد بن أرقام، وأخرجه النسائي وابن أبي شيبة وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني، والطبراني في الأوسط عن بريدة، والنسائي عن عمران بن حسين، والنسائي وابن أبي شيبة عن حبشي بن جنادة، والطبراني في الكبير عن حذيفة بن أسد الغفاري، وأبو يعلى والطبراني عن أبي هريرة، وابن ماجة والحاكم عن سعد، والحاكم عن ابن عباس، والحاكم عن طلحة بن عبيد الله، وابن ماجة عن البراء بن عازب، وابن أبي عاصم في السنة، وعشرات الصحابة وعشرات المصنفات والصحاح والمسانيد أخرجت ماذا؟ هذا الحديث. ولكنه كيف يتعامل معها الشيخ ابن تيمية؟ بين طعن وتحسين. هو هذا بين طعن وتحسين، هذا الأصل الأول الذي لا بد، دكتور إذا تسمح لي ألخص كلامي في هذا الأصل الأول. هذا هو الأصل الأول الذي لا بد أن يلتفت إليه عندما نتعامل مع النصوص الواردة في عقيدة المهدي المنتظر. لا ينبغي أن نتعامل بهذه الطريقة التدليسية التي تعامل ابن تيمية مع حديث ماذا؟ من كنت مولاه فهذا علي مولاه. أحسنتم. ينبغي أنه نجمع إذا أردنا أن نتكلم بمنهج علمي، مرة لا نريد أن نغش الناس ونريد أن ندلس عليهم ونريد أن نخفي عليهم الحقائق، ذاك بحث آخر، وبيني وبين الله، هو المسؤول أمام الله أنه لماذا يخفون حقائق دينهم ومفرداتهم العقدية على مئات الملايين من المسلمين في جميع أنحاء العالم. لمجرد لا أعلم لأي شيء لا أعلم، مع أنها عقيدة صدرت عمن؟ عن رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن ما ينبغي أن نتعامل مع النصوص الواردة عن المهدي المنتظر، عن عقيدة المهدي المنتظر بهذه الطريقة. أحسن. وإنما ينبغي كل نص من هذه النصوص أن نقرأه ماذا؟ على انفراد، فقد يكون مضمون من المضامين بحسب بعض طرقه ماذا؟ ضعيفا سلمنا، ولكن هذا ليس معناه أن ذلك المضمون ما هو باطل ولا يمكن الاستناد أبداً إليه، بل لعله صحيح في طرق وإن أخرى. وإن كان مع اختلاف في العبارة، مع اختلاف المضمون، مع اختلاف في الإجمال والتفصيل، ورد في طرق أخرى صحيحة ماذا؟ صحيحة السند. إذن المشاهد الكريم لابد أن يسأل، واقعا عندما يسأل أهل العلم من أي اتجاه ومدرسة كان، لابد أن يقول له أنه هل ورد هذا في طريق آخر؟ لا يكتفي في الجواب من العالم أو من أهل العلم أن يقول بلي هذا ضعفه فلان، بلي هذا الطريق ضعفه فلان، وهناك طرق أخرى صححها فلان وفلان وفلان وفلان. هذا هو الأصل الأول الذي على أساسه سوف نتعامل مع النصوص والآثار والروايات والأحاديث الواردة في عقيدة المهدي إن شاء الله المنتظر. تعالى إذا نأخذ فاصلا سماحة السيد ثم نعود. مشاهدنا الكرام فاصل ونعود إليكم، فانتظرونا. مهدي
ربنا في العالمين أضفع له نور أليق والظالم ابتده من أجل السالكين أهدى سنه سنه مهدينا في الأزمان شع ضيه ربنا في العالمين أضفع له نور أليق والظالم ابتده. أحييكم مشاهدي الكرام مجددا وأحيي سماحة آية الله سيد كمال الحيدر. مرحبا بكم سماحة السيد. أنا انتهيت من الأصل أول. إذن أحسنتم سماحة السيد. طيب إذن ما هي القاعدة الثانية والأصل الثاني في هذا المجال؟ أحسنتم. بنحو الإجمال وإن شاء الله تفصيل هذا الأصل الثاني إن شاء الله سنقف عليه مفصلا بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. نعم. هذا الأصل الثاني يقوم على هذا الأساس، وهو أننا عندما نراجع الروايات الواردة في مفردة عقدية، سواء كانت هذه المفردة العقدية كعقيدة المهدي المنتظر أو أي مفردة ماذا أخرى. عقدية أخرى، ينبغي أن نلحظ ونلتفت أنه قد تأتي في بعض النصوص مضامين، هذه المضامين قد تكون غائمة غير واضحة، لكي تتضح نحتاج إلى نصوص أخرى لتفسرها. أحسنت. يعني ما يمكن أن نقول بأنه هذا النص لا يدل على هذه المفردة العقدية ولا يثبت لنا هذه المفردة العقدية. نعم، قد يكون لو نظرنا إلى هذه المفردة بنفسها لا تكون كافية ماذا لبيان المقصود من ذلك النص، ولكن عندما ننظر إلى نصوص أخرى واردة أن تكون مفسرة لها، تكون شارحة لها. الآن ما أريد أتكلم في القرآن كما تعلمون دكتوري، ما أريد داخل المناهج. بعبارة أخرى، لابد أن نستند إلى أصل هو أن النصوص يفسر بعضها بعضها. طبعا عندما أقول أن النصوص يفسر بعضها بعضا، مع وجود قرائن عرفية عقلائية عقلية يمكن الاستناد إليها، لا أن الإنسان، طبعا هذا ليس لكل أحد وإنما هو لأهل الاختصاص، إنما هو لأهل العلم، بل ليس فقط لأهل العلم، إنما هو للعلماء الكبار للمجتهدين، لا لكل من يخرج على فضائية ويدعي أن من أهل العلم أو يدعي أنه مجتهد، لا، هذه لكبار العلماء واقعا لأساطين العلم للأئمة هذا الكلام، حتى أنه يستطيع أن يقول هذه الرواية تفسر ماذا؟ تفسر تلك الرواية. حتى الوقت ضيق جدا، انظروا إلى هذا النص الوارد في صحيح مسلم في صفحة 86 من صحيح مسلم. في صحيح مسلم في أي جزء في سمح سيد؟ مو جزء، هذا هو أنا أتكلم في صحيح مسلم، هاي الطبعة الموجودة عندي. نعم. ليست أكثر من ذلك. هذا صحيح مسلم تصنيف الإمام الحافظ مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري المتوفى 261 اللي اعتنى به أبو صهيب الكرمي. هناك هسه الباب واضح، هناك في كتاب الإيمان، في كتاب الإيمان باب نزول عيسى بن مريم حاكما بشريعة نبينا، الباب 71 من كتاب الإيمان. نعم. الحديث 247، الرواية طويلة. قال إنه سمع جابر بن عبد الله يقول سمعت النبي صلى الله عليه وآله يقول لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة، قال فينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم. أمير الأمة هذه، من هو أميرهم؟ النص ما فيه أن هذا الأمير هو المهدي، ولكن ومن هنا لا أبدا أبدا، قد يأتي ويقول بأنه لا ليس هو المهدي. أحسن. لو أراد أن يقول قائل هذا الكلام لا نستطيع أن نقيم له دليلا. نعم. نقنعه. أحسن. يقول لا، من قال أن المراد من أميرهم من هو المهدي؟ المهدي، المهدي المنتظر، من أين تقولون هذا الكلام؟ نعم. فيقول أميرهم تعال صلي لنا، فيقول لا، إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة. جيد،
من هنا أنتم تجدون دكتور أنه عندما نأتي إلى جملة من الأقلام المعاصرة نجد أنهم يقولون أن الروايات الواردة صريحة في المهدي المنتظر لا تتجاوز 10 روايات. لماذا؟ هذه لا يجعلها في الروايات المصرحة ماذا؟ أحسنت. بالمهدي هذا المنتظر. أمير ذكرت أميرا أميرا ونحن نتكلم ماذا؟ في عقيدة المهدي، ولهذا يقولون أنها أخبار إما مشهورة أخبار أحد أو مشهورة وليست متواترة. نعم. لأنه لم يصرح فيها. نعم يحتمل أن يكون هو ماذا؟ هو المهدي المنتظر. هذا الأصل أنا أريد أبين هنا. التفتوا جيدا ماذا يقول الوقت ده ينتهي دكتور. نعم. ماذا يقول العلامة الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة المجلد الخامس يعني من 2001 إلى 2500 هناك في صفحة 276 من الكتاب الحديث 2236 قال ينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم المهدي. أحسنت. إذن هذا النص يكون مفسرا ماذا؟ لنص مسلم. لنص مسلم تعال صلي بنا فيقول لا إن بعضهم أمير بعض تكرمة الله لهذه الأمة. أنا الذي يهمني دكتور هذا قال هو يقول سمعته وفي صحيح مسلم لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق. هنا يأتي بنص من مسلم. صحيح مسلم ثم يقول فالأمير في هذه الرواية هو المهدي في حديث الترجمة وهو مفسر لها. أحسنتم. هذا أصل لا بد أن يلتفت إليه أهل العلم ويلتفت إليه المشاهد الكريم أنه بعض النصوص قد تكون ماذا؟ قد تكون غائمة، قد تكون غير واضحة، قد تكون في احتمالات متعددة، ولكن نستعين بنصوص أخرى صحيحة السند لبيانها لشرحها لتفسيرها لتوضيحها. إذن لا ينبغي أن نقول أن الروايات الواردة في المهدي المنتظر ماذا هي بعدد أحسن. أصابع اليد لا فوق هذا بكثير. هذا إنما قلته بسبب أن جملة من الأقلام المعاصرة حاولت أن تجعل تبعد هذه الروايات عن المهدي المنتظر. أحسنتم. من معنا ظهر سمح سيد معنا اتصال. تفضلوا. معنا الأخ حيدر من السعودية تفضلوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على محمد وعلى محمد الطيبين الطاهرين المكرمين. أحييك مقدم البرنامج أحيي الشيخ حياكم وحيي الله. كل العاملين في القناة إن شاء الله حياكم الله. وبالنسبة هل يستوي الأحياء والأموات؟ لا يستوي الأحياء والأموات. طيب. بالنسبة للمهدي المنتظر هذا حقيقي هو حيصلي في القدس ليس في مسجد بني أمية في الشام، وهذا هو المهدي هو علي بن أبي طالب نفسه وهو الحسين. وبعدين عندك نحن أبناء عبد المطلب سادة أهل الجنة أنا وعلي وجعفر وحمزة والحسن والحسين والمهدي المنتظر. طيب. وفي بالنسبة للمهدي المنتظر إنه موجود وهذا حيطلع قريب إن شاء الله. والسنة دول استندوا بالشعر، الشعر هذا باطل والمهدي هو الوحيد اللي أجل الجبهة. طيب شكرا لك. شكرا لكم على مداخلتكم أخي العزيز. إن شاء الله تعالى سنتكلم بإذن الله تعالى في نسب المهدي أولا وفي أنه حي ثانيا إن شاء الله. معنا أبو صادق من العراق. أخ أبو صادق تفضلوا. السلام عليكم سيدنا. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام أخي العزيز. أهلا ومرحبا تفضلوا. المصدر الأمامي أحاديث الفتن والحوادث للشيخ محمد بن عبد الوهاب الجزء 11. طيب. يقول في باب ما جاء في المهدي صفحة 234 كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود عند أول كتاب المهدي. واعلم إن المشهور بين الكافة من أهل الإسلام على ممر العصور إنه لا بد في آخر الزمان من ظهور رجل من أهل البيت يؤيد الدين ويظهر العدل ويتبعه المسلمون ويستولي على الممالك الإسلامية ويسمى بالمهدي ويكون خروج الدجال وما بعده من أشراف الساعة الثابتة في الصحيح على أثره، وإن عيسى عليه الصلاة والسلام ينزل من بعده فيقتل الدجال أو ينزل معه فيساعده على قتله ويأتم بالمهدي في صلاته. نعم شكرا لكم. شكرا لأخ أياد. معنا شكرا أخي العزيز. معنا الأخ أياد من العراق تفضلوا. أخ أياد تفضلوا بإيجاز لأن الوقت يكاد ينتهي. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام أخي العزيز. أهلا مرحبا. السلام عليكم سيدنا العزيز. مرحبا بكم.
طيب تفضل. سيدنا العزيز، نود أن تبينوا لنا خريطة الإمام المهدي بصورة موجزة، كيفية الظهور، لأن أعداءنا بدوا يعيبون علينا هذا الكلام من النواصب والوهابيين والسلفيين. وأنا في طريقي لزيارة جدكم الحسين، وإن شاء الله أدعو لكم عند جدكم الحسين من النجف خارج إلى كربلاء المقدسة إن شاء الله. تقبل الله حياكم الله، يتقبل أعمالكم ويسلمكم مولانا، لأنكم أحييتم هذه الشعائر المباركة التي بإحيائها إحياء الدين. إخواني وأبنائي وأصدقائي في العراق وفي كل العالم الشيعي، أن هذه الشعائر واقعا جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا خيرا. أحسنتم. عندنا تقريبا دقيقة سماحة السيد. أحسنتم، هذه الدقيقة إذا اسمح لي أنا هذا الأصل إخواني الأعزاء بودي أنه يلتفت إليه، وإن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة سأبين لماذا أن التعابير اختلفت، لماذا بعض الأحيان عبر عنه بالأمير، وبعض الأحيان عبر عنه بالخليفة، وبعض الأحيان عبر عنه من عترتي، وبعض الأحيان عبر عنه من أهل البيت. ألم يكن من الأولى أن يعبر فيها جميعا عن المهدي؟ أحسن. لماذا تعددت التعابير؟ هذه فيها نكتة علمية وأساسية إن شاء الله تعالى. على هذا الأساس، أساس هذا الأصل وهو أن الأحاديث يفسر بعضها بعضا، ستتضح النكتة إن شاء الله إن شاء الله في الحلقة تعالى القادمة بإذن الله تعالى. حياكم الله، شكرا لكم سمعت سيد كمال حيدر. أيضا نشكر الإخوة والأخوات، واللقاءات متجددة معكم إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليك أيها المقدم المأمول. We'll be right back.